الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في ناس كتير بيسألوا عن حكم قراءة القرآن والإنسان نايم. طبعا أنا قلت لك الحكم باللي أنا عملته. العلماء قالوا مفيش أي مشكلة للإنسان يقرأ القرآن سواء كان متكئا أو مستلقيا أو مضطجعا. متكئا يعني ساند، مستلقي زي ما أنا كنت عامل كده على ظهري، مضطجع يعني نايم على جنبه وغلب عليه النعاس. واستدلوا على ذلك بأدلة. الأول الآية اللي أنا قرأتها، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام كان ربما ينام في حجر عائشة ويقرأ القرآن. الدليل الثالث أن الأمر على الإباحة ما لم يرد التحريم، ما عندناش أدلة صحيحة أو صريحة تحرم قراءة القرآن والإنسان مضطجع، بل الأدلة على الإباحة والتحليل زي ما احنا شفنا. برضو واحد نايم مستلقي على ظهره وماسك المصحف حطه كده وسنده بيقرأ، ما فيهاش مشكلة طالما هو متمكن من القرآن والقرآن مش بيصدر منه أي تهاون في مسكته للقرآن. اذكر الله عز وجل على كل أحوالك وأحيانك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.